بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بأبنائي طلبة الصف الثالث الثانوي ومجمع جيل المستقبل الأهلية برانيا في درس جديد من دروس مادة الكيمياء، وعنوان الدرس اليوم الكربوهيدرات أو الكربوهيدرات. طبعا هنفهم اليوم ما معنى كلمة الكربوهيدرات، وهنفهم ما هي أنواع الكربوهيدرات. تعالى في الهدف الأول، ما معنى كلمة كربوهيدرات؟ كربوهيدرات معناها مركبات عضوية. مركبات عضوية حيوية. بتحتوي على ثلاث عناصر، هما الكربون والهيدروجين والأكسجين. مركبات عضوية. وتحتوي على ثلاث عناصر، كربون وهيدروجين وأكسجين. أحيانا يطلق عليها هيدرات الكربون. الهيدرات دي لأنها نسبة أو النسبة بين ذرة الهيدروجين للأكسجين كنسبة الهيدروجين للأكسجين في الماء. تاني يسموها هيدرات الكربون، هيدرات الكربون لأن كلمة هيدرات دي هي نسبة اتحاد الهيدروجين إلى الأكسجين كنسبة اتحاد الهيدروجين إلى الأكسجين في الماء. طبعا النسبة بتكون كم لكم؟ 2:1. فهنا بيسموها هيدرات الكربون، يبقى أنا أكتبها كده CnH2O. شوف كده، نسبة الهيدروجين 2، عدد ذرات الهيدروجين 2، والأكسجين 1، زي نسبة اتحادها في الماء، فعشان كده بيسموها هيدرات الكربون. طيب بالنسبة للكربوهيدرات أنواعها إيه؟ ثلاث أنواع. أنواعها أول نوع أحادية، كربونات أحادية أو بسيطة يعني، زي إيه؟ واحد يديني مثال على الكربونات الأحادية، زي مثلا إيه؟ الجلوكوز، سكر الجلوكوز أهو، الجلوكوز أهو. زي سكر ايه تاني؟ الفركتوز. زي سكر ايه تاني؟ الجلاكتوز. دي كلها أمثلة على السكرات الأحادية. طيب النوع الثاني ثنائي، زي سكر ايه؟ زي سكر القصب او السكر اللي هو بتاع اللي بنحطه في الشاي اللي هو بيسموه سكروز.
زي سكر الشعير اللي هو المالتوز. اخر نوع سكريات متعدده، ثلاثه متعدده او عديده، يعني او عديده زي الايه، زي السليلوز. السليلوز زي النشا، زي النشا. دي انواع السكريات. هنبدا ناخد اول نوع من انواع السكريات هندرسها، اللي هي السكريات الاحادي، اول نوع الاحادي. طب الصيغه الجزيئيه لها ايه؟ الصيغه الجزيئيه ايه؟ هي الصيغة الجزيئية سي 6 اتش 12 او 12 او 6، يعني جميع السكريات الأحادية لها صيغة في 6 ذرات كربون و12 ذرة هيدروجين و6 ذرات اكسجين. احيانا بيسموها الهكسوزات، يعني يطلقوا على السكريات الاحادية كلمة الهكسوزات. الهكسوزات ليه؟ لانها فيها 6 ذرات كربون. احنا عارفين درسين في سنه ثانيه، اما المركب بيحتوي على ذره كربون واحده اسمه مثال، لو 2 ايثان، 3 بروبان، 4 بيوتان، 5 بنتان، 6 هكسان. فهنا السكريات الاحاديه فيها 6 ذرات كربون عشان يسموها كده كلمة الهكسوزات. طيب السكريات الأحادية لها صيغتين، صيغة مفتوحة صيغة مفتوحة مفتوحة، والصيغة الثانية حواقية. صيغة مفتوحة وصيغة حواقية. في الدرس القادم سوف نرسم الصيغة المفتوحة والحواقية والفرق بينهما في السكريات الأحادية. نتوقف عند هذا القدر من درس اليوم في انتظار أسئلتكم على منصة جيل المستقبل الأهلية برانيا. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.